رغم اشتداد المعارك بين روسيا وأوكرانيا على جبهات متعددة، إلا أن الحديث عن المفاوضات بين طرفي الصراع يعود مجدداً في ظل خسائر متتالية لكييف على مدار العامين الماضيين. فهل هناك أي أرضية للحوار بينهما؟ مؤخراً أبدت تركيا استعدادها لاستضافة قمة سلام بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدة على دعمها لوحدة الأراضي الأوكرانية، نظراً لإدراك أنقرة خطورة دخول الحرب عامها الثالث وانعكاساتها المباشرة على أمن أوروبا ومنطقة البحر الأسود وصادرات الحبوب. في نهاية العام الماضي، أشارت تقارير سرية إلى وجود ضغوط غربية على كييف من أجل الجلوس على طاولة المفاوضات مع موسكو. ويرتبط هذا الموقف الغربي الأخير بعدة عوامل، في مقدمتها فشل الهجوم المضاد على باخموت وانسحاب القوات الأوكرانية من أفدييفكا، ما سمح للقوات الروسية بالسيطرة على المدينة الواقعة شرق أوكرانيا، الأمر الذي يمثل انتصاراً عسكرياً لموسكو ويفتح لها الطريق أمام جبهات أخرى ومدن استراتيجية في النزاع الحالي. تعثر جولات المباحثات في العام الأول من الحرب يعود إلى تمسك الجانبين بشروط التفاوض، وتؤكد روسيا على ضرورة حياد أوكرانيا ونزع كافة الأسلحة منها، إضافة إلى الاعتراف بالمناطق الأربعة التي ضمتها موسكو بجانب شبه جزيرة القرم كأراض روسية. وعلى الجانب الآخر، ترفض أوكرانيا بدء محادثات قبل انسحاب روسيا من كافة الأراضي الأوكرانية، ما يطرح تساؤلاً حول إمكانية التنازل عن هذه الشروط والعودة للحل الدبلوماسي في الوقت الراهن.